أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نصيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حوكب الأبناء يا آيات لبي التبنات وصورة المؤمنون كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغصة ورمي ضدك مؤمنين تهاي صفات كودي مؤمنين توالي بانين الله أورهاي صفاتك أي كل بانين إيا وحي مآل كود ويهاي أي إلهي نوغصة ورمي سبحانه وتعالى مركا الله وحورهاي كوة صفات كاسكسي فوبي وكوة نحلايا أون غير كود أو سنحلينين وكوة دحلاي جنات الفردوس دحلاي إسلامركا سنكوة راية. إلهي سبحانه وتعالى مركي أو أرنتاس كصور رمي صفات المؤمنين آيادها كان هل كان آيادة أي نكب اللابة إنه عشر كانوا كب اللابة إلا قب اللابة إله عليها وعلى الفلك تحملون. وإلهي نوغوش يقدونا أفر نوع وإلهي قطرة ديسة وحدانة ديسة دليل أه مدى كوباد وحي نقونا إساء إنسانك حالة ده مركاسي أو إسكوب بدلايو مركا وحاوي بدنك هو يديس أو كجر أو مركاسي حالة ده أبور كيسة أيا إلهي نوغا ورميا تاسنا مركاسي وحي نغدون تا سغال أي نغدون تا أو مركاسي تبعصونا أو قدام بيسو مدى اللباد وحاوي سماواتك أبوريس إلهي سبحانه وتعالى وأبوري مدى سدحاد وحاوي بيها لغسو دجيي مدى أفراد وحاوي منافع ذا حيوانك إمارة يا وهلايو أمسا وحاوي أنغو أو بني آدم كاينو كو انتفاعينو أفر نوع أيان إلهي شيك دونا سبحانه وتعالى. إلهي وحوده سبحانه وتعالى ولو والله قد حقيقه خلقنا وان أبورني الإنسان إنسان كوان أبورني نطفة أيان كأبورنا وإلهي مني أيان كأبورني نذيدا سو في قرار سقناشو أما مكان السقناش لحذي ذهان يسمى كين أول إلى اليوم إلهي إلهي حوري. ولقد حقيقة خلقنا الإنسان إنسان كوان أبورني من سلالة أيان كأبورنا والإلهي تل سوسي بي حق هذا من دين دوبل لغ سوسي بي مرك هذا وحوي وحاوك هرمريناه إلهي إنه هرمريناه إنسان كمركاسي أبونا آدم ماشي إلهي سبحانه وتعالى وكأبوري وأصل البشر إلهي حوليه. ولقد حقيقية خلقنا الإنسان إنسان كوان أبورني
إنسان كان دمت كان هو آدم ويه من سلالة عيان وكابورنا سلالة معناها مثل السوسي ويه سلالة وحالك سوقاتي من سلالته الشيء من الشيء أيان لك سوقاتي شيء أيان شيء كسود حسي بي مركا أرلدان خلاصة هذا أي إلهي سبحانه وتعالى أبونا آدم وكابوري أنك ومركا سمى يلبض أنك صامرني إلهي مركا وحودا السلالة أيان وكابورنا والإلهي ومن دين طوب حق هذا من سلالة تل سوسيبي حق هذا أيان كابورنا والإلهي ومن دين أما سلالة أتكت على جسه جار مجهور كان من دين طوب لك سوسيبي مركا هذا أن وعد مركاسي وحوية أهلاد أي تهي أي إلهي سبحانه وتعالى غيب والبق غيب وكسو قاضي مركاسا وحوية أبونا آدم أي لغا أبوري سلالة مركاسي داس ويو غيب كسو أدون كان قطال أو مركاسي أهلاد أي كوابان تهي أو إله لحدن قاريسة أي غيب وغيب لغا سو قاضي مركاسا وحوية اللي اسكو ديريا اللي اسكو عجيمي مركز يا إلهي سبحانه وتعالى أبونا آدم إليك أبوري ثم جعلناه وحان وخيال نول إلهي إنسان كوي مركز على قوضة النسل آدم ثم جعلناه وحان وخيال نول إلهي نطفة أيان وخيال نول إلهي مني أو في قرار قرار أهاني سود إلهي مكان سقنا شوي مكين أولا أوري مركز هذا آدم لغا صوتكه أولاديسي إلهي سبحانه وتعالى وحوك أبوريا نطفة أيوك أبوريا مني أيا لغا أبوريا مني ذا سو مركاسي قرار لدحقرنا أيو أو مكينة أو رحم كله لجيده ثم جعلناه وحانو كأبورنو لإلهي نطفة أيانو كأبورنو لإلهي مني أو في قرار نو لإلهي قرار لحديس أهانيسه مكان او مارتيا سوغان ويي مكين او مارتيا لا دوراي اما مكين واخ دوريد بدن مركا هدي اركي لغا سو تغي اصلكي او بشركي اصلكيس ايو ادم اولاديس الله سبحانه وتعالى وا الهي وحانو كابورنا وليه الله سبحانه وتعالى نطفه ايانو كابورني مني ايانو كابورني مني داسو مركاسي لييلايو رحم او واخ الالين بدن او وخي غلا واخ كلا ايسن كدبا غلينين ايان مارتيا ييلنو دحي الله سبحانه وتعالى مركاسو دا الهي ثم جعلناه يعني جعلناه معنى خلقناه الغفصير كرا ثم جعلناه ايود الهي سبحانه وتعالى وانو ابورني انسانكي هدا واه وي مارتيا نسل ادم لا غودا نطفه تن ايانو كا ابورنو ري عنوف مني وي او في قرار قرار اهاني سو دالهي مكين او لا دوراي وا رحمك وي معناها في مقر متمكن مقر او وها وي مكان او وها وي لوو سغنادو او منيدي اي كو سغناتو هدان متمكن او مكان سناي منيداس او الىليناي وي وا هدا في قرار مركو دالهي سبحانه وتعالى مكين ايا الهي كو سيفاي وا لوو سيفاي رحمك وا محفوظ وي وا ميد لا الىلينايو وح مركاس اختلال كسو درمايان اساقو الله عيفة ايان هدنا وح اختلال او مركز وحسو دح قلي كرأي سنجرين مني دي مر او قاتو او اقبله وحاوي متكالين تود قلي ميسو ادنا الله وحودا سبحانه وتعالى ادوارت مركزي بني آدم كأيا الهي نوترين ايا مركو ورئيسا نطفداس ايا وحاوي لغا ابور ايا ثم خلقنا النطفة تود إلهي منيدي وحانو كأبورني علاقة حنجر أيانو كأبورني لكن مركا هذا ماشان خلقنا ذان معناها سدح ميلود وحالغا دقايا بمعنى صيرنا أوكالي ثم خلقنا النطفة تود إلهي نطفة دي منيدي وحانو كيالني علاقة حنجر أيانو كيالني علاقة دو حوي دم أو جامدة وديك أو مركا سقالالان أيالغا دقايا بعد 40 يوما وي أفرتن مال موتك بعدي وأدوارت مركا سإنسانك ومرا يا إلهي نوترين يا أو مركا أوه رئيسة نطفة يا لغدقة يا سيدة حديث كمارة ابن مسعود أو هاي أو ديراي أو أدوار تمركا سيبني آدم كإلهي رسولك عليه الصلاة والسلام أوه ورهم إساونا وحوية أفرتن مع الموت أيون نطفة هانا يا أفرتن مع الموت على قوة هانا يا أفرتن مع الموت ملقوة هانا يا كبعد يا روحي لقلين يا أركب الله ما أفعل الله وحوده سبحانه وتعالى ثم خلقنا النطفة تود إلهي من إذي وانو خيال نود إلهي علاقة حنجرانو خيالني حنجر مركي لغي يلو او افرتن مال موساس ايهات فخلقنا العلاقة تود الهي حنجر توحان ايدنا كيالني ملغة صافين ايانو كيالني ملغة وحوية لحمة وحوية وهرب ير
قدر ما يملق وي انت هرب لا علاليو كلا وي هربك انت لا علاليو قف مركو غوستو افك او كو علاليو او لقو انتاس ايانو كدغنو دهيله او ملقدي با ساي سو بدليس فخلقنا العلاقه حان ديله علاقدي با سو بدليس سداس فخلقنا العلاقه حنجرتي وحانو كيهلنو دهي الله ملقه ايانو كيهلني اديار وي اديار ايا لغا دغاي ادكاسنا وها وي انت لا علاليو هرب لا اغوي فخلقنا الملقه تو دهي الهي ملقه ايدنا وحان كيهلني عظاما لفو ايانو كيهلنو دهي فخلقنا الملقه تو دهي الهي ملقه وحانو كيهلنو دهي الهي عظاما لفو ايانو كيهلني او وها لغا ودا مركي ملقه او نوقدي كبعدي ايا وها وي وها لو ييليا لفا ايا لو ييليا ابوركيس ايا زي زياده فخلقنا الملقه تو دهي الهي ملقه يريد وحانو كيهلني عظاما لفو دهي الهي فكسونا وانو مرشينو دهي الهي العظام لفهنه لحمن هرب ايان مرشيني او لفيه مركي صوبحان هرب ايا مركي سالة دول ساريا فكسونا العظام الالهي لفيه وان مرشيني لحمن هرب ايان مرشينو الالهي او لفيه مركي صوبحان هرب ايا مركي سالة مرشين ياهو هرب ايا لدول ساريا الا ان لفه مجرد كودا او ميل اسكتاغن دباتوي من اسعلي كران مركاسا الهي سبحانه وتعالى صنعدا الله بديعا وها مركاسي لالا حريرينيا هربكاس ايا لدول ساريا لفه هربك مركاسي اسعشنيا ثم انشأناه ايود الهي سبحانه وتعالى وانو اما مدني خلقا خلق ايانو كاما مدني اخر اوكال مركي وحاوية لفها سي هربكاس لويلو وحا لغوضا روحا لقلينيا أفر بلاد مركي أي دماته وسدح أفر تما أي مركز روح لقينا سيدي حديث صحيح وهاي ثم أنشأناه وانو أما مضني أما وحانو خيال نود إلهي خلقا خلق يود إلهي آخر أوكال خلق يو حال قوضا أبورك كلول لقيري بنفر روح فيه وإن روح لو أفوف وملق أيال فرعي إنو روح مركز أوك أفوف مركز إنسان كوحو نقونيا مد نول واتلي المهم مركز سواء نحسن أي نوله لي تسوى كفسر عبد الله بن عباس يا إمام الشعبي يا إمام اللحاق وعكر الله شيخ خلق كان تود وحوي خروجه إلى الدنيا وي مركي بدنه هو يدي سو كامل كنا غدا أو الدنيا أصاب حي وي أما سو حال جودة هل الكه أصاب حي هي تنتع لجودة قالوه إلى ما كمال الشباب هي لغوضة شاب نمديسة كامل نقشة ذا لكن هذا وحوية إن الحال لا يستقف السرية إن تانور نمبا مركاسي وحوية والغوضة فسيري كرا إن تانور نمبا وحوية والغوضة فسيري كرا وي وحيابها مركاسي بني آدم كأقول من آيو أيا إن تانور نمبا مركاسي سوى ذكيري كريسا فتبارك الله الله أيا مارت يا كره هذا الإلهي عليه أحسن الخالقين أحسن المصورين أنت وحصورة إسا عليه قصورة ونسنا هاي فتبارك الله إلهي تعظم والغفصيرك له إلهي أيا وين هذا وقدر كيس كره هذا عليه أحسن الخالقين أحسن المقدرين أنت وحقدرته عليه مارت يا أقدرت ونسنا أما أحسن المصورين انت وح صورة إيسا عليه صورة ولا سنة وصورة دي سو كلا عدسة ما يكرت إيسان جرين ما إلا إنسان كاس سيداس لو أبو رايو وح مخلوق أو سميكر ما جران مخلوق هدو وحسا سميه وحيا بس صورة ده الزمر كاسنه أو كصورة داس كقادن آيو وهي إلهي وسنميه سنعد إلهي أو كقياس آيو وحبنا أو سنكو سميكرين وي ثم إنكم إذنكم أيود إلهي خضاب عام أيها هدنا إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كسوج جهينا يا مركي إلهي أو تصي أبوه كيسي هيرارك أو صامري تاسو مركاسي اللي وقبها هاي الله سبحانه وتعالى إنه كشكريو لكن بني آدم كي أكثر كيسي شكر قاسوها لقواهي مركاسو إلهي ثم إنكم إذنكم يود إلهي بعد ذلك أبوه كاس بعد جيسه لما يتون قوات من آياتهم ثم إنكم إذنك أيود إلهي بني آدم بعد ذلك كاصل الصوش يقب بعد جيسا أمورتاس عجيبك وحق أبوكين لما يتون قوات من آياتهم
وانتاس ايضو مركاسي بني آدم كي إلهي سبحانه وتعالى وسوم مرسي أبوه كيسي هذا نوع حوي مسي جوجا يو وارد منا يا هذه لا دين تكبعدنا ثم إنكم إذنك أيون إلهي يوم القيامة قيامة ما لنت هذا تبعثونك والله صوب حياتي ثم إنكم إذنك أيون إلهي يوم القيامة قيامة ما لنت هذا تبعثونك والله صوب حياتي نفخذ ثانية ذا مركي لقارو أو بونك مر لبعض لأفوفه أيا الله يسوى بحنا يا مركا صار له حساب يا إلهي هدنا وحوله سبحانه وتعالى أدي الذي مركي لقصوا بحي أو إنسان كي أدوارتي أو مرايي أو كو لقصوا بلابي أبور كي أصل البشر كأو أبونا آدم كبعدنا أولاديس لقصوا ورمي يهرر كي أي مريسي هذا إلهي أدي الذي كلايون وحي جنيا أو أهد مركز السماوات كان أبو رستوض ولقد حقيقها يود إلهي خلقنا وان أبورنا فوقكم كركين سبع درائق سميال أو تضباء أيانك أبورنا ولقد حقيقها خلقنا وان أبورنا إلهي فوقكم كركين إلهي هذا فوق هذا وحال قوضة جهة العلو جهة السرعيس وأنك نجا سرعي سوي أيال قوضة مركب فوق وح أي كتة وحوي إنما هو بعد خلق الخلق وي سال قوضة إيه وحال اللي هي سماواتك وقت اللي أبوراي خلق كانوا مجهوجين عيو oo bani aadamka hadda laga soo waramay mabaysan joogin ee waa marka waxa weey markii anagana la abuurayay ayaa samadu meesha ku teelay markaas uu ilaahay walaqad xaqiiqay khalaqna waan abuurnay fowqa kum korkiina waxaan ku abuurnay sab'a daraa'iqa uu ilaahay samayaalo oo todob ah sab'a samaawaad ayaa laga wadaa وهذا الدرائق لوغو مغعاوي سماواتك وطرق الملائكة ليدي ملائكته ودوين أي مرتوي ما دام مدوين ملائكته أي مرتأيتها أي أساس لوغو عبري مركا عروجك أي كريسو يا مركا يسو دليسو يا مركا يدوليسو قارو حيكو فاستيران سبع الدرائق وحاوي ومطروقات وي وحاوي واكرا سرعيسا waa dabaqyaalo kala sareeyay wey sabac daraayiqa dabaqyaalo oo todoba wey markaas uu dhaylahay todoba samo ayaan korkiina ku abuurnaa dhaylahay wal xaal ma kuna anan ahaano dhaylahay aanil khalqi khalqiga uu dhaylahay oo todobada samo ka hooseeya qaafilina ku halmaansan anan ahayn oo khalqiga ku hoos jirane إلهي وحوليها أنه غافل كمنهن أو مركز السمد مركز أي كسور دعضه أو يهلاك توي بل أنك أيانك أياك هين سيدة سورة دوران كسور مرجرنو ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وطول إلهي والحال أيان مارت كركين تضوصمك أبو رنو إلهي ما كنا أنان هين عن الخلق خلق قول إلهي مخلوق هسجوغة غافلين كوها المانسان عنان اهين إلهي سبحانه وتعالى أيان نغي عرنا مخلوقا سحوق بضن إلهي بان نغاها سبحانه وتعالى أنغا مركا وحاوية هل كاس شبكة داسان كوهوس جرنا أدنا الله وحودا وأنزلنا وانو سود الجني من السماء السمدة ما أن مدر أيانو كسود الجني بقدر قدر أيانو كسود الجني سمدة هذا مجرد لإسك أبوري او ميش اللي تاغي ماهن اي الهي سبحانه وتعالى صمد النفع يو ايالي مالكا صور رهي اللي وانزلنا وانو دي جيني من السماء صمد حقادة ما ان مدر ايانو كسود دي جيني بقدر قدر ايانو كسود دي جيني قدر او مركاسي مخلوق كهو سيه كفاية دوض اوهي
biyahaas marka la soo dejinayo oo samada laga keenayo qadar markaas anaga nagu filan ayaa ilaahay ka keenaya ee wixii samada ku jira hadii la soo daayo kulli waa lagu dhamaalahay waa way taqdiir way markaas dadka naxf u soo jiideysa dhibaatadana ka daaficiisa ama sabab qadri haajati moy intay u baahan yihiin way fa askanahu waanu dejinow dha ilaahay fil arli arlada ayaanu ku dejina dhexdeeda biyihi wal xaal inna anaguna ala dhahab illi tagid oo bihi ma aasaanu la tagno laqa diruna kuwa karaan haw dhilahi fa askanahu war askunina haw dhilahi fil arli arlada ayaan askuninay arladi ayaa biyihi markay samada ka soo degeen arlada la askuniyay oo lagu xasiliyo lagu dejiyay fa askanahu waanu askuninow dhilahi waanu dejinow dhilahi ama aan ku xasilinay fil arli arlada wal xaal inna anaguna ala dhahab illi tagid oo bihi ma aas aanu la tagno laqaadirna kuwa karaana hadaan doonana anagu biyahaas waa la tagi karnaa u dhilahi oo markaasi dadki iyo xayawaanki joogay gaajo ay u dhintaan iyo oon ay u dhintaan taasan yeeli karnaa u dhilahi subhanahu wa ta'ala haye biyahaas ilahay subhanahu wa ta'ala ayaa haysta ilahay hadduu doono markaasi waa celinaya sida marka mararka qaarkood oo cuquba laga dhigaayo abaara markaas ay dhacayaan oo roobki la weeyahayo ee dadki iyo dunyadii ay dhamaanayaan iyo geediiba macnaa ilahay wuxuu ka wada waxaanu ka dhignay mid saakin oo saabida oo mustaqir arlada ku ahweeyay qaar waxa weeye biyaha arlada dusheeda ayay joogaayaan qaarna arladay hoos u gelaayaan intaasna waxa weeye nacfiya ku wada sugan xadiis bukhari iyo muslim wariyeena jiro abdullah ibn abbas laga wariyay oo nabi uu ka wariyay oo dhaa rasuulkeena cali sallallahu alayhi wasallam inna allah azza wa jalla anzala min aljannati khamsata anharin ilahi subhanahu wa ta'ala jannada wuxuu ka soo dejiyay shan wibi shantaas wibi waxaa la yiraahdaa sayxuun iyo jayxuun iyo dijla iyo furaad wey iyo nayl ilahi subhanahu wa ta'ala il waahida ayuu ka soo dejiyay oo ilaha jannada kamida min asfari darajatin wey daraja midda ugu hooseysa darajaadka jannada kamida malakul jibriil labadiisa garab ayaa la soo saaray ilahay markaas wuxuu wadeeca dhigay buuraha wey oo markaasi buuraha ayay markaasay biyahooda ka soo hoobanayaan wibiyaashaas maaragtay kuwa caalamku u waaweyna arlada ayaa markaasa lagu dooreerinayaa hawr rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasa manaafic dadka looga dhigay taasna waa haway ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisa weeye waanzalna min as-samaa'i maa'an biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun markii la gaaray juuj iyo ya'juuj marka ay soo baxayaan ilaahay subhaanahu wa ta'aala wuxuu soo diraya jibriil ayuu soo diraya arlada ayaa markaasa quraanka laga qaadaa iyo cilmiga dhamaantood ayaa laga qaadaya iyo waxaa laga qaadaya حجر الأسود oo markaasi rugniga baytka ku jira iyo maqaamu ibraahin iyo markaasi taabuudki nabi muuse iyo wixii ku jiray iyo shan tan wabi ayaa la qaadaya waxaa loo kor yeelay markaasi samada ayaa loo kor yeelaya taasna waxa way u dhahay ilaahay tafsiirkiisa qowlkiisa wa inna ala dhahabi mihi laqadirun ashyaadan markii dhamaanteed arlada laga qaado ahalkeeda waxay weynayaan خير الدنيا يا خير دينه انت ولا وينيا لكن انت ان انت جوقت وها وهي نفع بالله هيستا لكن ولا قادي دونا انت ولا قادي دونا سده حديث صحيحين وهاي الله مركه و هو دعي سبحانه وتعالى وانزلنا وان دجنا من السماء السمدا ماء مدر ايانو كسو دجني بقدر قدر ايانو كسو دجني فأسكنناه دبدنا وحان أسكنناي ماي في الأرل أخلدا أيان أسكنناي وإنا أنقنا على ذهاب لتجد أو به ما أسان لتقن بيهاس لقادرونك وكر أيانه الإله فأنشأنا لكم أيود إلهي فأنشأنا لكم وحان إذن كو فأنشأنا لكم به جنات نور إلهي من نخيل وأعناب awi ayada 10 keenna damba ayaanu ka bilaabi doona asayey shaada 10 keen intaas uu ku egyahay wala subhanahu wa ta'ala alam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.